بداية أول ساعة العيد صلينا على أنقاض هذا المسجد المدمر وصلينا في الشوارع، يعني الاحتلال حرم الفلسطينيين حتى من الصلاة في مساجدهم. العيد الماضي ما كانش في حرب، عيدها اليوم حرب من 6 شهور تقريبا وداخلين في الشهر السابع. المسجد أو مسجدنا يعني الحبيب مسجد الفاروق في العام الماضي كان ما زال على هيئته، ما زال واقف. في هذا العام تم قصف المسجد قبل شهر رمضان تقريبا بأسبوعين أو بثلاث أسابيع. يعني رغم الألم والحسرة والمجازر، إن شاء الله عز وجل سنظهر الفرحة والسرور خاصة في هذه الظروف الصعبة. إن شاء الله لم يهمنا حرب، إن شاء الله عز وجل سنعيش العيد كباقي البلدان المسلمة إن شاء الله عز وجل، رغم الألم، رغم الحصار، رغم المعاناة، إن شاء الله عز وجل سنعيش هذا العيد وسنظهر السرور سنظهر السرور والفرحة على الإخوة النازحين وأهالي الشهداء والأسرى إن شاء الله عز وجل. الله أكبر.